وللحديث عن إعلان وزارة الموارد المائية انخفاض مناسيب المياه في نهري دجلة والفرات لأكثر من 50% توازياً مع تدنيها بشكل كبير في الأنهار القادمة من إيران وصلت إلى حد الجفاف وتداعياتها على العراق، معنا من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. أهلاً ومرحباً بك دكتور. أهلاً وسهلاً أخي العزيز. دكتور، ماذا يعني هذا الإعلان لوزارة الموارد المائية العراقية أن البلاد تعاني من شح مياه خلال العام الجاري؟ يعني ما قيمته في وقت أصبح الجفاف واقعا في العراق؟ أخي العزيز، كلام الوزارة صحيح، وهذا الكلام يعني احنا تكلمنا عنه قبل أكثر من 10 سنين، والآن أصبح واقع مؤسف مع الأسف، لأنه دول الجوار سواء إيران أو تركيا إذا نفذت مشاريعها الإرضائية، أنا نبهت على هذا الشيء في كثير من المؤتمرات العلمية ووسائل الإعلام وغيرها من البحوث، فأن الأمم المتحدة أصدرت تقرير حول هذا الموضوع سنة 2010، وينص هذا التقرير على أن نهري دجلة والفرات ستجف بحلول عام 2040 ولن يصل قطرة ماء إلى العراق من هذه الأنهار إذا استمرت دول الجوار بتنفيذ مشاريع المائية. إضافة إلى هذا الشيء، فموضوع التغير المناخي وقلة الأمطار بالتدريج مع الزمن هو شيء يضيف إلى هذه المسألة سوءا، لأنه الأمطار راح تقل من بحدود 15 إلى 30% خلال هذا القرن، وهذا يأثر بين 30 إلى 70% على تصاريف الأنهار في المنطقة. الشيء الآخر المحزن والمؤسف أنه الحكومات المختلفة لم تتخذ أي إجراء بهذا. هنا السؤال المهم دكتور، إذا سمحت لي، نعم. لماذا؟ ما الذي منع وزارة الموارد المائية والحكومات العراقية من اتخاذ خطوات استباقية قبل وصول الأمور إلى هنا؟ وإلى أي مدى ساهم ضعف مشاريع السدود وصيانتها بهذه الأزمة؟ أخي العزيز، مع الأسف أنه من 2003 لحد الآن تقريبا وزارة الموارد المائية، أولا يعني السياسة المائية هي سيئة، والاستراتيجية المستخدمة أثبت فشلها بشكل ذريع، والحكومات بصورة عامة غير مهتمة ومكترثة لهذه المسألة، لأن اهتماماتهم خارج نطاق مسألة المياه مع الأسف، وهذا سوء تقدير كبير جدا. حاليا يعني الأستاذ مهدي الحمداني حاليا هو أول وزير يعترف على هذا الشيء، وأنا سبق أن قلت هذا صحيح، لكن هذه بالحقيقة الخطوة الأولى. المفروض اعتراض وزارة الموارد المائية لا يكفي، هذا الخطوة الأولى، المفروض مجلس الوزراء يعترف، زائدا تأييد من البرلمان وكل الكتل السياسية حتى يكون موقف موحد قوي تجاه الأفعال التي تقوم بها دول الجوار. لكن مع الأسف الانقسامات السياسية والاهتمامات غير خلينا نقول الوطنية لبعض الكتل سبب عدم حدوث أي رد فعل قوي، بينما نلاحظ مثلا مسألة سد النهضة، مصر والسودان، شوف كل الكتل السياسية بغض النظر عن انتمائها وولائها كلها تحدث، والمواطن أيضا أمام هذا الشيء. فنفس الشيء المفروض يحدث في العراق، وتدول القضية حتى تأخذ بعد كبير ومؤثر على دول الجوار. وبعكس ذلك وزارة الموارد المائية تعترض وحدها، شنو يعني رد الفعل راح يكون؟ لا شيء تقريبا.
طيب دكتور، يعني ألا توجد هنالك اتفاقيات دولية لما يخص موضوع الدول المتشاطئة تضمن حقوق البلدين المائية؟ إذن ماذا عن حقوق العراق المائية لدى دول الجوار، لا سيما إيران التي يتضرر العراق منها بشكل كبير، لا سيما في محافظة ديالى التي دخلت مرحلة الجفاف الفعلي؟ ألا يحق للعراق المطالبة؟ طبعا يحق للعراق المطالبة، وبالذات مع إيران هناك اتفاقية في الجزائر وفي بروتوكولات لاحقة لهذه الاتفاقية تنص على قضية تقاسم المياه، لكن مع الأسف إيران ما اتخذت أي إجراء بهذا الشأن ولا شاورت الحكومة العراقية في هذه الأمور. فالمفروض يعني قانونا حسب الاتفاقية الموقعة بين العراق وإيران، العراق من الممكن أن يرفع دعوة قضائية ضد إيران بهذا الشأن. بس أنا أيضا أرجع وأكرر، يعني هي مو بس مجرد كلام، المفروض وقفة قوية من الحكومة، زائدا مجلس النواب، زائدا الشارع كله لازم يوقف متحد مع الحكومة في هذه القضية حتى تاخذ بعد سياسي وإنساني قوي على الصعيد العالمي، وبعكسه ما راح نوصل لأي نتيجة. وأيضا من المؤسف له والمحزن له أنه كل المؤشرات تقول أنه إذا عفوا نعم بقت الأمور كما هي عليه فأن العراق سوف لن تكون لديه الكمية الكافية لمياه الشرب فقط سنة 2035، وهذا شيء يعني كارثة كبرى مع الأسف عندما نتصور هذا الشيء. فلذلك آن الأوان أن تعمل الحكومة والكتل السياسية بشكل قوي وسريع ومنسق ومنظم ضد أعمال دول الجوار فيما يخص تقاسم المياه وحصص العراق من هذه المياه. نعم، من ستوكهولم المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.